السلام عليكم، معاكم اليوم عمر وكابتن المايات. اليوم عندنا فيديو جديد، فاليوم يا جماعة عندنا فيديو لعبة الأولمبيات. هالفيديو أنا سوي مرة ثانية عشان تجي. خليني أقول لكم يا جماعة، ممكن بنعطيكم يعني ممكن لخص للفيديو المكنسل، لأن بكاختصار أهلي حلفوا إني أنا ما أكمل الفيديو يعني. لعبت كورة جيم فزت في 3-0 وما كملت فيه، وجيم تعادلت في 2-2 خسرنا بلنتيات من اليابان، والجيم اللي فزناه كان على كوبا. حاليا يعني اكيد يعني بنروح للبراكتس، لان احنا بنلعب يعني بنلعب كورة يعني نجرب الكورة هنا عندكم. في نورمال هذا اكستريم، او خلينا نورمال، انا اتوقع ان نورمال اوكي بالنسبة لي. بلعب كورة الحين. بنلعب في هذا الملعب، الملعب الاولمبي كما هو مكتوب يعني. اوكي، بنلعب ضد دوري دي على المرمى، ممكن انتم ما تعرفون، اتوقع ان اسمها الصين تايبي. بس يلا خلنا نبدا هذه المباراة، ثالث مباراة بالنسبة لي. بس يعني لو ممكن ما اخترب هذاك الفيديو لكنت حكم فاول. اوكي، فاول لمصلحة منتخبنا. يلا شوف. اوكي، ركنية ركنية. يلا هذه عرضية. عرضية توقيع. بس يلا جول. راس واحدة من لعيبتهم. اوكي. اوكس جديدة. هذا لاعب يخرب الهجمة. كمان هنا. يلا. من خارج وسط الجزاء. يلا. حد يشوت. وات ذا هيل، شو اللي صاير الحين؟ يلا شوف، خلاص كان طايح، حرام عليك يا لاعبي. يلا وحش لاعب. اوكي، حلو. بعد لاعبي يحترق، انا عارف ها شو يعني انك تحصل باور شوت، وهالشيء ابدا شيء واقعي، وان لاعبهم يراوغ ويسدد هذا ايضا شيء مو بواقعي. زين، ليش العب باس ابتدي؟ يلا شوت من نص الملعب. والله تحسبت دخلت، بس ما دخلت. اوكي، يا تخلصت. اوكي يلا واحد. اوكي يبعثلنا. اوكي يلا شوتي في الجول. يس، سلام. الهدف الاول، اول هدف اسجله في فيديو، بس هدف اول 1-0. يا سلام يا جماعة، شوف التسديدة، هدف اول من منتخبنا ضد منتخب الصين تايبي. هدف اول 1-0. ما ادري ليش يعيدون الجول 500,000 مرة، but we go. اوكي، انتهى الشوط الاول ونحن فايزين. وضع نايس صراحة. يلا يا انا، الله على الكاف. اوكي، حلوة استلمي يا انا، استلمي بس. اوكي خلص. كمان. اوكي ودت لنا. اوكي.
اوكي يلا 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 وفايد بضغط الجزاء جو كامون لعبت هذه اللعبة ما يعرف ان لازم صراحة تو بي اونس يعني ماذا تسلك وياهم ويبون اجوال ما ليش 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 نجيب ميكس وتقول التعديلات نحاول نبحث عن شغلة اوكي حرام اوكي تعال انت شو الثاني كان تقريبا يعني بس فزنا وهدف ثاني لاعبي سجل هدف ثاني اوكي كان شكرا لاعبي تسديده حتى اختبار حتى حاجه يعني اوكي ما التقط الهدف الكرة بعد ما الكرة دخلت الملعب تبي كيف تتكلم عربي يا عمر؟ اخوي لعب شوت بالجول لعبة حرفيا بزنس سناد قدام الكورة هذا من كثر ما اللعبة غريبة اوكي فزنا يا اوكي هل ما يعني ما بلعب جيم ثاني في الكورة يعني ليش ما حاسين يعني اولمبيك جيمز انو ما يستي اون لاين صح؟ يب ما يستي اون لاين فعلا خلينا نروح هني و ممكن نلعب يعني لعبة ثانية رياضة ثانية يعني نجرب يعني لا انا دخلت على الكاس ندخل على رياضة ثانية من الرياضة اللي ممكن ناخذها يعني ركض التنس شو بالضبط ممكن ادخل كرة سلة ليش لا ما ندخل كرة سلة يعني كرة سلة مش اسمه يعني انا السيء في العاب كرة سلة اتذكر اني بس لعبت لعبة كرة سلة واحدة وكنت سيء فيها جدا جدا يا فنجرب كرة سلة شوتنج فيها مربع اوكي يعني تقريبا التحكم فيها نفس تحكم كرة القدم الحين احنا نلعب ضد دولة انا مو بعارف شو اسمها والواننا نفس الوانهم بالضبط ف تيكوف جمب اوكي نايس راحت الكرة لهم اوكي ويب لا كمان يابا هم اول نقطتين انا معك تخلص اوكي العب باص اوكي يلا يا سلام تعادل اوكي يلا اوكي لا نبتدي خلصوها يا شباب خلصوها لا كمان عندك كوارتا؟ عفوا كم بدك تشوطني؟ يا حبيبي لعبنا شو؟ لعب ما لعبنا الا شويه و اوكي لعبي لا يا لاعبي اوكي خلصنا منه حاول تخلصنا منه اوكي وضعت الملكة والله لخبطة في الالوان يا سلام 4-4 بس والله لخبطة في الالوان والله العظيم الالوان لخبطة او ماي جاد اوكي عشان نسكر رجعت لنا يا سلام 6-4 فايزين الحين اوكي نايس فايزين في السلة يا الحين الاند اوف كوارتر
انا ما ادري يعني ان كم صوت سله. اوه لا 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 بس اوه شنو هذا؟ ايه يعني؟ بس الكرة كان يا ريال كان كرة طايرة. اوه لا تأخرت في الشوط. لا اوكي تمام بتلعبوا علينا. يعني لازم نسجل. اوكي يلا. لا حرام كمان. ليش فريقين لابسين نفس اللون تقريبا؟ لا 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 هيبه كنت تقدر تسوي في العرض في لعبة تسلي يعني. صافي اتوقع بس انا بلعب كرة قدم. نايس 10/8. اوكي 10/8 اتوقع 4 اشواط كرة سلة ولا اوكي يا سلام 10/10 تعادلنا في اقل يعني تو بداية الشوط الرابع اتوقع ان احنا تعادلنا. نايس جاتس بوكس الثاني بس ما دخلت. وحش يا انا والله التاكل كان روعة. ادخلي كمان يلا. انا سيء في كرة السلة. لا 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 كانت فاضي ما حد عليه. اوكي انتهى الشوط الرابع اتوقع خلاص انتهت المباراة. لا استنى فرقين يعني فرق نقطتين. بلعب لعبة ثانية. اقول نلعب لعبة ثانية يعني. اوكي يلا نلعب لعبة ثانية احسن كلام. شو الطايرة والبوكسينج. يلا بوكسينج. يلا بوكسينج. فا يه انا ممكن يعني صار لنا متسع ان نلعب لعبة ثانية. بلعب تنس اتوقع او كراب طايرة. تمام يلا. اوه اللي ضدنا واحد سويدي. يلا اوه ماي جاد. ها انت ضربني لا تضربني يا ها. اوكي ول تحت. ما اعرف انا شو اقول. اوه بدا يضربني. اوكي انتهى الشوط الاول. انا ما ادري منو الكفر الثاني اكثر. اقضي عليه. يس داون. طالما يجي لو ما قام اتوقع اني انا قام. اوكي بس يلا لو قام مرة ثانية يعني ما ادري. تعال ما يدري والله قام بسرعة. هيبي هاي شو هذا؟ سويت له نوك داون مرتين وقام. كم اون يعني بالبوكس القوي. اوكي انت الشوط الثاني من الراوند الثاني من البوكس.
عاد انت طحت ثلاث مرات، لا تقوم بعد مرة. بعد قام تعال تعال دفك انت ها ها اقضي عليك. لا تكلي بعد يا الله قضيت عليه مليون مرة. فزت يس يس هم كي او يس انا افضل واحد في البوكسينج شباب الله علي يا سلام اوكي اوكي والله نايس قضيت عليه قضيت عليه هذا السويدي فاهم يا متوقع ان الهني بنهي هذا الفيديو فاهم الان وصل نهاية الفيديو اتمنى انكم استمتعتوا لا تنسوا لايك وسبسكرايب اذا انتم تبون حلقات اكثر من هذه اللعبة فاهم كان معاكم عمر مع السلامة شباب.